متواصل إلى غاية 21 مارس. العملية راهي متواصلة على أنحاء كامل أنحاء ولاية سيتي بلازا. عملية العرس راهي نرافقوا في الجمعيات، في المؤسسات، في الهياكل، كل الإدارات اللي راهي تنوي تقوم بحملة العرس رانا نرافقوا فيها بتأطير تقني وتأطير لوجيستيكي. الأعوان تاعنا راهم مشاركين معنا. اليوم قامت المؤسسة باختيار 100 شجيرة بداية غرسناها اليوم على حافة السد وحفاظ المعلم وحماية السد من التوحل. رانا قمنا بغرس 100 شجيرة والعملية متواصلة حتى نتمكن من غرس كل الحواف تاع المنطقة هذه محاذية للسد. يعني سنوات ماضت عرف سد بوكردان عشرات أو المئات من حملات التشجير، ولكن رأينا أن هناك العديد من الأشجار قد تم إتلافها أو أتلفت. ما هو دور مصالح الغابات في هذا الموضوع؟ بالفعل هذا يعني هذا أمر يعني مؤسف على اللي كل عام يعني يقوموا بعملية الغراسة، ولكن يعني الحماية تاع الأشجار هذه راهي ما كانت تكونش. إذا كنت نتكلم مع السيد مدير مؤسسة بلازا اللي راهم مكلفين بتسيير هذا المحيط هذا وهذا المنطقة الترفيهية، ورانا تحدثنا على الحراسة وخاصة يعني الأشجار هذه لازم نحميوها، ما لازمش نغرسوا العام الجاي نجيو نكملوا، لازم هذا نغرسوا حاجة قليلة ونحافظوا عليها خير من نغرسوا وما نزيدوا ما نكملوا. إذا الحراسة راهي من مهام مؤسسة النظافة اللي راهي تقوم بتسيير هذا الفضاء الترفيهي اللي راهم يزوروه العائلات والمواطنين للاستجمام والراحة كل نهاية أسبوع. إذا راحين إن شاء الله المشكل هذا راحين نطويوه وتكون الحراسة دائمة ويومية المكان الأماكن التي نشجرها باش نحافظوا على هذا السد هذا اللي راه مكسب وراه يعني حاجة للمواطنين اللي راهم يحتاجوا المياه تاعو اللي راهي تقلصت. راك تشوفها كيف المياه تقلصت ونخافوا باش نروحوا للتوحل وغدوة الساعة تاعو الساعة يعني تاع المياه راح تنقص. إذا نغتنموا الفرصة هذه ونغرسوا الحواف هذو باش نحافظوا عليها إن شاء الله. شكرا جزيلا، بارك الله فيك.